السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. إذا الحصة ديال اليوم غادي نشوفوا فيها إن شاء الله الدرس ديال المكعب ومتوازي المستطيلات الحجم، بلوتو الدرس تاع الحجم. داكوغ، دونك بالنسبة للناس اللي كيسولوني على الجيد في الرياضيات، فهذا الدرس هذا هو نفسه، هذا هي وحدة قياس الحجم، المتر مكعب واجزائه. دونك راه نفس الدرس. اذا كان نفس الدرس انا غادي نقولها لكم في الفيديو، سينو راه غادي ندير فيديو ابار نشرح فيها الدرس الاخر. داكوغ، دونك نبداو على بركه الله. بالنسبه للحجم، دونك قبل ما نبدا نهضر لكم على الحجم غادي نرجع واحد النبذه فيت في على المحيط والمساحه. غادي نبداو بالمحيط، ندوزو المساحه وندوزو نهضر على الحجم باش نعرفوا الفرق بيناتهم. دونك نذكروا المحيط شنو هو. المحيط هو طول الخط الذي يحيط بشكل ثنائي الابعاد. مثلا الى خدينا مربع بحال هذا، المحيط ديالو اشنا هو؟ بحال الى خدينا واحد الخط ودورناه عليه، مثلا غنشدو هذا ياك، ندورو على هذا المربع هذا بحال هكا، نعبرو به المحيط ديالو هكا هكا، دورنا عليه هكا، هذا هو المحيط ديال هذا المربع. دونك هو طول الخط الذي يحيط بالشكل الهندسي ثنائي الابعاد. دونك هذا هو المحيط ديال هذا المربع، هو هذا. الى عبرنا هذا الخط هذا غادي يعطينا المحيط ديال هذا المربع. داكوغ، دونك هذا العبار هذا هو المحيط. وبالنسبه للمربع، المحيط ديالو شنو هو؟ بيسكو مربع، دونك عندنا المربع عنده الاضلاع متقايسه، دونك هاد ا وهاد ا وهذا وهذا، عنده لو ميم. دونك شنو قلنا؟ هو الخط اللي داير به، يعني بحال غنشدو هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا ياك، هي ا زائد ا زائد ا زائد ا، هي 4 ا. ده هو المحيط ديال المربع. الا كان عندنا مستطيل فهو عاوتاني نفس الشيء، فهو طول الخط او السياج المحيط بالمستطيل. دونك ناخذ مستطيل مثلا، ها هو، غنشدو عاوتاني الخويط ديالنا ندورو عليه غيعطينا المحيط ديال المستطيل. دونك هذا دورناه بحال هكا تك تك، هذا هاد القياس هذا هو المحيط ديال المستطيل، هاد القياس بالضبط. يا هاد المستطيل اللي عندنا هنا ياك، دونك عندنا المستطيل عنده شنو؟ عنده ا بي، عنده جوج ديال الاضلاع وعنده زاويه قائمه. دونك المحيط ديالو هي هذا اللي هو ا زائد هذا اللي هو بي زائد هذا اللي هو عاوتاني ا زائد هذا اللي هو عاوتاني بي. دونك عندنا جوج ا زائد بي، هذا هو المحيط ديال المستطيل ياك. دونك لا ميم شوز عاوتاني، الدائره حتى هي نفس الشيء. المحيط ديال الدائره غادي نشدو عاوتاني الخويط ندورو على هذه الدائره هذه. دونك ديرو بحال هكا 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 هكا، حنا كنعبرو 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 وصلوا لهنا. دونك المحيط ديال الدائره هو هذا العبر هذا اللي عبرنا هنا، غنشدوه بسنتيمتر نعبروه غيعطينا المحيط ديال هاد الدائره هادي. دونك المحيط شنو هو؟ هو طول الخط الذي يحيط بالشكل ثنائي الابعاد. وبالنسبه للدائره، المحيط ديالها دونك هو 2 بي ار، هذا هو المحيط. دونك هذا عقلوا عليه، كاينين واحد العلاقات دونك حفظوهم، ديال المحيط ديال الدائره ديال المربع ديال المثلث ديال كاع الاشكال الهندسيه، راه كاينين واحد القواعد نعقلوا عليهم، راه في الاخر ديال الكتاب هنا راه تلقاوهم فيه. دونك هنا في الباج هذه فين 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 هما. دونك هنا راه فيه جميع المحيط، المساحه، في كل شيء. داكو، دونك هذا فيما يخص المحيط، هذا المربع، هذا شبه منحرف، المعين، الدائره. دونك هذا الاخر هنا كاينين العلاقات ديال الحساب. صافي، دونك فهمنا دابا المحيط شنو هو. هذا المحيط. دونك دابا نشوفوا المساحه. المساحه شنو هو التعريف ديالها؟
مساحة هي قياس لمنطقة محصورة ضمن إطار معين لسطح على سطح ما. يعني كيكون عندنا واحد الإطار وداك الشيء اللي وسط منه هو المساحة. عندنا هذا الإطار، هذا هذا الشيء، هذا اللي هنا هو المساحة. داكوغ، دونك قبيلة قلنا المحيط هو اللي داير، دونك هو هذا المربع الكحل. المساحة هو داك الشيء اللي كاين وسط المحيط. نرجعو للمربع ديالنا هذا، دونك المساحة هي هاد هاد الكرتونة كاملة هنايا، هي هاد لافاس هادي. المحيط هو اللي داير، والمساحة هي اللي كاينة وسط من المحيط. داكوغ، على سطح ثنائي الأبعاد كيكون عنده جوج ديال الأبعاد، هذا وهذا. دونك المساحة هي هاد الشيء اللي الوسط هنا، صافي. دونك المساحة ديال هاد الدائرة هادي هي هاد الشيء اللي كاين الوسط هنا، هادي هي المساحة دي اللي دايرة محيط، والمساحة هي هاد الكرتونة اكزاكتومون. دونك هادي هي المساحة، المساحة ديال المستطيل. دونك المساحة هي هاد الشيء اللي الوسط، هادي هي المساحة ديال المستطيل. المثلث عاوتاني نفس الشيء، دونك المثلث المساحة ديالو هي هاد الكرتونة الوسطانية. داكوغ، دونك عندنا مثلث هكا، المساحة ديالو هي هادي. دونك إلا حسبنا هاد المساحة هاد الكرتونة هادي غتعطينا المساحة. داكوغ، دونك هذا فيما يخص المساحة. دابا نشوفو الحجم. دونك الحجم أشنا هو؟ إذا بالنسبة للحجم، ألوغ الحجم أشنا هو؟ هو الحيز الذي يشغله جسم ما. عندنا الحجم، دونك هو الحيز اللي كيشغلو واحد الجسم. مثلا قبيله هضرنا قلنا المحيط، دونك بالنسبه لهذا المستطيل المحيط هو هذا الدائره، هذا الذي يحيط بالمستطيل. المساحه هو داك الشيء اللي كاين وسط من داك المحيط اللي هضرنا عليه، هي هذه المساحه. دونك هي هاد لافاس هادي. الوغ دابا الحجم غادي نزيد واحد البعد اخر، بحال غادي ندورو هادي هكا وغادي نزيدو هنا. ياك، دونك هو داكشي باش عامر هاد الجسم هذا. مثلا هذا متوازي المستطيلات، الحجم هو داكشي اللي كاين الداخل، هو اكزاكتومون دابا هاد لاكوم هادي، هذا الحجم هو الحيز اللي كتشغلو لينا هاد لاكوم هادي، هو داكشي اللي كاين الوسط. هاكا، دونك هاد لاكوم هادي هذا هو الحجم. نشوفو نشرح لكم بحاجة أخرى. دونك مثلا نرجعو لباكية الفرماج. دونك عندنا هاد باكية الفرماج هادي، هذا هذا متوازي المستطيلات، ياك. متوازي المستطيلات عامر شنو فيه الداخل؟ فيه الفرماج. دونك الا حلينا هادي بغينا نعرفو الحجم ديالها، دونك الحجم هو هذا. دابا ملي كنحسبو الحجم كنحسبو هذا شنو هو الحجم ديال هاد متوازي المستطيلات اللي درنا في الاول، ياك. دونك الحجم هو هذا، هذا هو الحجم ديال هاد متوازي المستطيلات ديال هاد البكية الفرماج هادي. وهادي اللي بقات لينا هنا شنو هي؟ دونك هادي هي المساحة ديال المشو القائم اللي هو متوازي المستطيلات. دونك المساحة هي هادي، إلا حلينا دونك لا فيو اكلاتي ديالو هي هادي. داكوغ، دونك المساحة ديالو هي هادي، فيها المساحة الجانبية، دونك هادي المساحة الكلية، هادي المساحة، والحجم هو هذا. تفاهمنا؟ دونك ديال هاد المشو، دونك هاد المتوازي المستطيلات اللي هي هاد باكية الفرماج هادي، الحجم ديالها هو هذا، داكشي باش عامر من الداخل، والمساحة هي هذه، هي القشرة الفوقانية. دونك نبداو بهاد التطبيق الأول هذا، باش نفهمو مزيان هاد الحجم. دونك قاليك احسب عدد المكعبات الصغيرة التي تكفي لملء المكعب، واحسب حجمه في. دونك المكعبات الصغيرة هما راه دارو لك الطبقة الأولى ديال المكعبات الصغيرة، دونك عمرو بها هذا. شحال عندنا هنا؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، دونك عندنا تسعة ديال المكعبات الصغيرة في الطبقة الأولى. غادي نزيدو الطبقة الثانية، حتى هي غادي يكونو فيها تسعة، دونك هكا داك داك إلا عمرناها غادي يجي بحال هكا. هكذا غيكونوا ثلاثة، وعاوتاني فوق منها غادي تجي طبقة أخرى، نشوفها غير من الفوق باش ما يجيناش هذا. دونك بحال هكا غادي يجيو عاوتاني واحد الطبقة أخرى من الفوق هنا،
هي غيكونوا فيها 9، دونك هنا حسبنا شحال، حسبنا 9، هنا عاوتاني 9 في الطبقة الثانية، والطبقة الثالثة عاوتاني فيها 9، ياك؟ إذا شحال عندنا من مكعب صغير باش نملؤوا هذا؟ عندنا 9 زائد 9 زائد 9 هي شحال؟ دونك هي 27 مكعب. دونك هذا شنو هو؟ هذا هو الحجم لي كيهز هذا المكعب، هذا هو الحجم ديالو، هو داكشي باش كيعمر. دونك الحجم ديالو هي 27 مكعب، داكوغ؟ اذا السؤال الثاني شنو قالك؟ قالك احسب ا قياس حرف المكعب سنتيمتر، اذا علمت ان طول حرف مكعب صغير 1 سنتيمتر، ياك؟ دونك عندنا هذا ا شحال هي؟ 3 ديال مكعبات صغار، ياك؟ دونك هي ا تساوي واحد مكعب صغير فيه 1 سنتيمتر، هي 1 زائد 1 زائد 1 تساوي 3. قالك احسب ا فو ا فو ا، دونك ا فوا ا فوا ا هي 3 في 3 في 3 تساوي شحال؟ 27. لأن ماذا ألاحظ؟ شنو لاحظتي؟ لاحظتي أن 27 هي 27 مكعب لي كتملأ هاد المكعب الكبير، اللي هي أو ميم طون الحجم ديالو، هي الحجم ديال هاد المكعب هذا. دونك هنا الخلاصة اللي خصنا نخرجو منها من هاد التمرين هذا، هي أن الحجم ديال المكعب هي ا فوا ا فوا ا، هي ا اوكوب ا اوس 3. صافي، بالنسبه للمكعب الحجم ديالو هو ا اوس 3 ا اوكوب. دونك غادي ندوزو للتمرين هذا، تمرين رقم 4. بالنسبه لهذا التمرين رقم 2 راه بحال هذا اللي درنا قبيله، غير هذا فيه متوازي مستطيلات بلاصه مكعب، ولكن هو نفسه. غندوزو لهذا حيت بان لي شويه يستحق ان نديروه. دونك عندنا مكعب قياسه حرفه 60 سنتيمتر، كم دونك عنده حرف واحد في 60 سنتيمتر، كم يلزمنا من متوازيات المستطيلات على شكل هذا لملء المكعب؟ دونك شنو عندنا هنا؟ عندنا واحد المكعب قياس حرفه 60 سنتيمتر، كبير ياك، بغينا نعمرو بهاد متوازيات المستطيلات على هاد الشكل هذا. قالك كم يلزمنا من متوازيات المستطيلات لملء المكعب؟ دابا بحال غنشدو هاد المتوازيات المستطيلات ونبقاو نصطفوهم واحد حدا واحد وسط هاد المكعب هذا. دونك كيفاش غادي نديرو؟ غادي نشدو المكعب الاول نحطوه هنا، عندنا هكا ها هو المكعب بيطو متوازي المستطيلات، نحطوه هنا ها هو، نشدو الثاني نحطوه وحده ها هو، الثالث نحطوه وحده ها هو، انسي دو سويت حتى نعمرو كل شيء. داكوغ، دونك غادي نعمرو الطبقه الاولى، بقاو غاديين غاديين غاديين، نعمرو الطبقة الأولى ومن بعد نعمرو الطبقة الثانية، نعمرو الطبقة الأولى كاملة، نعمرو نعمرو نعمرو، هادي لي كندير بالنقط راه مكيبانوش. دونك حتى نعمروه كامل الطبقة الأولى، نطلعو عاوتاني ندوزو للطبقة الثانية وحنا غاديين هكا 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 حتى نعمروه كامل. داكا دونك نبقاو نعمرو نعمرو حتى نعمرو. قاليك شحال كم يلزمنا من مكعب لملء هذا؟ هذا دونك إذا باش ليكم مزيان راه بحال قلتي باكية السكر، عرفتو السكر لي عندنا كتكون عندنا كرطونة ومعمره بالسكر، هاي جات لكم واحد كيس سكر، شوفوا مثلا عندنا هاد الكرتونه هادي راه عامره بهادو، كنبقاو نصطفو وحده حدا وحده حدا وحده، ها هي وحده. دونك هادشي لي غنديرو فهاد التمرين، وحده حنا غاديين كنصطفو فيهم الطبقه الاولى الطبقه الثانيه الطبقه الثالثه، يا سي دو سويت. دونك ها هي عندنا كنعمرو الاولى ونعمرو الثانيه وحنا غاديين، داكا؟ دونك سي اكزاكتومون لا ميم شوز ديال هذا، فوالا فوالا فوالا.
قالك كم يلزمنا من متوازي المستطيلات على شكل المكعب. دونك شحال خصنا من متوازي المستطيلات باش نملؤوا هذا المكعب هذا؟ دونك سي سامبل، واش غادي نديرو؟ غادي نديرو الحساب. قلنا هنا عندنا فيه 60 ياك، وهنا هنا 60، وهذا فيه 60. باغ كونطخ الاشكال اللي كاين هنا ان هذا متوازي المستطيلات. دونك عندنا باش نعرفو شحال غادي نديرو من واحد في هاد الصف هذا، شحال عندنا من المكعب؟ غنديرو 60 نقسموها على شحال؟ على 5، حيت عندنا هاد متوازي المستطيلات فيه هنا فيه 5. داكوغ، دونك هادي غتعطينا شحال من واحد عندنا في هاد الصف هذا. اوكي، دونك تعطينا 12. من بعد غنشوفو شحال عندنا من مكعب في هاد الصف هذا. هنا هاد الصف عندنا فيه 4، دونك غادي نديرو 60 باش نعرفو هادي، غنقسموها على 4. دونك 60 مقسومة على 4 تساوي، دونك 60 على 4 15. ومن بعد غنشوفو شحال عندنا من مكعب، شحال من إيطاج غنديروه. دونك عندنا 60 مقسومة شحال عندنا في ارتفاع على 3، عندنا 60 على 3 هي شحال؟ دونك 60 على 3 هي 20. داكوغ، غنجمعو هاد المتوازيات المستطيلات كاملين اللي عندنا ونشوفو شحال. دونك هنا عندنا 20 بلوتو، هنا عندنا 12. دونك هادي قلنا هنا غادي نكتبها بشي لون اخر باش متخربقوش. دونك هنا عندنا 12، هنا عندنا 15، وهنا عندنا 20. هكا باش نعرفو شحال عندنا من هذا، دونك هي 12 فوا 15 فوا 20. تخضر ما كيبانش مزيان. دونك قلنا عندنا هنا 12 15 20. دونك دونك كم يلزمنا من واحد؟ 12 فوا 15 فوا 20 تساوي، اذا 12 في 15 في 20 هي 3600 مكعب. هكا بان هاد بلوتو 3600 ماشي مكعب، لا عندنا متوازي مستطيلات، عفوا هذا صغير متوازي مستطيلات، اذا غيهز 3600 متوازي مستطيلات. دابا قال لك احسب سؤال اخر، قال لك احسب حجم متوازي المستطيلات. اذا الحجم ديال متوازي المستطيلات قاعده كتقول لك هي الضلع فوا هاي هنا، هي الضلع فوا الضلع فوا ارتفاع. دونك هي 5 في 4 في 3 ياك. دونك هي الحجم ديال متوازي المستطيلات سميه بوتي في، هي 3 في 5 في 4 غتعطينا هي 60 سنتيمتر كوب. دونك الوحدة ديال الحجم هي سنتيمتر كوب، هي المتر كوب ان فيت، مي حتى هي فيها سنتيمتر كوب ديسيمتر كوب، حنا غنشوفوها من بعد هادي. دونك الوحدة هي سنتيمتر كوب، حيت هنا عندنا سنتيمتر. دونك هدا هو الحجم ديال متوازي المستطيلات الصغير. دابا قاليك احسب حجم المكعب بطريقتين مختلفتين. دونك اذا بغينا نحسبو الحجم ديال هذا المكعب هذا، دونك الحجم ديالو قلنا اشنو هو؟ هو داكشي باش عامر. عندنا جوج ديال الطريقات، بيسكو عندنا عندنا قياس ديال هذا الحرف، عندنا هو 60، وقلنا الحجم. دونك الطريقه الاولى هادي مسهل باش يبان، دونك الطريقة الأولى عندنا الحجم ديال المكعب هي الضلع في الضلع في الضلع، دونك هي 60 في 60 في 60، غادي تعطينا هي شحال؟ 216000، تا هي سنتيمتر كوب. دونك هذه الطريقة الثانية، طبقنا القاعدة ديال الحجم ديال المكعب. الطريقة الثانية هذه الطريقة الأولى، الطريقة الثانية
دابا حنا حسبنا هاد المكعبات الصغار، هاد متوازيغ المستطيلات الصغار اللي معمرينو، لقينا باللي كيهز 3600 متوازي مستطيل، ياك؟ دونك عندنا الحجم ديالو هو الحجم ديال داكشي اللي وسطو، هما الحجم الى جمعنا هاد المكعبات الصغار الحجم ديالهم ديال هاد الجسيمات الصغار وجمعناه غيعطينا الحجم ديال هاد الكبير، بحال السكر اللي وريتكم قبيله. دابا الى جمعنا هاد طوبات السكر الصغار حدا 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 هادو غادي يعطيونا الحجم ديال هاد الكرتونه ديال السكر بحال فيها. دونك نفس الشيء هادشي اللي غادي نديرو هنا، بحال غادي نجمعوا الحجم ديال هاد متوازيه المستطيلات الصغار كاملين، ندير لهم الجمع ديالهم غيعطينا الحجم ديال هاد المكعب الكبير. دونك هي 3600 فوا الحجم اللي حسبنا قبيله اللي هو ديال المتوازي المستطيل. شحال لقينا فيه هاد الصغير؟ مسحته، كان فيه 60 سنتيمتر كبير، هي هاد 5 × 4 × 3 دونك لقينا فيها 60. دونك 60 فوا 3600 اللي هو العدد ديال هاد المكعبات هادو ديال هاد المتوازي المستطيلات الصغار، غادي يعطينا 216000 اللي هو نفس الحجم اللي تلاقينا. الوحدة هي سنتيمتر كيو، اللي هو نفس الحجم اللي تلاقينا بالطريقة الأولى اللي حسبناها الضلع في الضلع في الضلع. صافي، إذا هادو طريقتين مختلفتين، وهذا هو دونك الدرس ديال الحجوم. السلام عليكم.